يا مساء الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. عملت لكم النهارده حاجه كده تحفه، ترطب كده على القلب، منعشه طعمها خطير، هتعجبكم قوي لما تجربوها. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد تتفرجوا عليه. يلا بينا نسمي بسم الله وندخل على الطريقه والمقادير. شفشق الخلاط كده، هحط 3 بيضات وعليهم نص معلقه صغيره كده من الفانيليا بودر او سائلة، وهحط عليهم كوباية سكر، سكر عادي حبيبات، وكوباية هي كوباية مج الشاي، وعليها كوباية مية، مية عادية خالص من الحنفية، ونص كوباية زيت بنفس مقاس الكوباية هي اللي بعير بيها كل المقادير. حط بقى رشة ملح بسيطة خالص كده، واروح اضرب بقى الحاجات دي كده مع بعض كويس قوي لحد ما القوام يبقى فاتح وناعم، والسكر يكون معايا دايب خالص، ما يبقاش حبيبات كده. تمام، بصوا شكلها عامل ازاي بقى، في كده فقاقيع كده، فالخليط بقى هش قوي. هجيب بقى طبق وهحط فيه كوباية كده ونص من الدقيق، دي عادي لكل الاغراض. هنخله كده بمصفى سلك كده ضيقه، ادي كوبايه وادي نص كوبايه. هحط عليهم برضو 3 معالق كده كبار من الكاكاو الخام اللي هو الغير محلى، 3 معالق بشكل هرمي، وبرضو هنخلهم كويس قوي عشان لو في اي تكتلات زي كده في الكاكاو ما تنزلش معايا. اعملها كده بظهر معلقة، هتنزل معايا حلوة قوي، ما تبقاش متكتلة كده خالص. تمام، وعندي بقى كيس بيكنج باودر اللي هو 16 جرام، هحط كله كده وانخله برضو فوق المكونات دي. لو عندك بيكنج باودر برطمانات هتاخدي معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هقلبهم بقى مع بعض حلوة قوي كده لحد ايه ما يختلطوا كده في قلب بعض، وبعدين هحط عليهم المكونات اللي كانت في الخلاط. هقلبهم بقى بالمضرب السلك اليدوي العادي خالص لحد ما الخليط ده كده يتجانس وما يبقاش فيه دقيق كده باين ولا اي حاجة، يبقى خليط كده شوكولاتة هتشوفوا معايا دلوقتي. وانا بقلب هجيب بقى المعلقة والاسباتيولا كده، وهجيب من تحت لفوق عشان خاطر ساعات بيبقى فيه دقيق كده في الاركان مش بيتقلب في المضرب، فانا بجيبه كده بالمعلقة وبرجع تاني اقلب في نفس الاتجاه لغاية ما يبقى معايا الخليط كده ايه متجانس بالشكل ده. هجيب بقى صينية وهحط فيها معلقة زيت وبالفرشة، وهبتدي ان انا اوزعها كده، دي صينية مقاس 26، هوزع فيها بالفرشة كده، وكمان يعني هعمل الجوانب، ومش لازم خالص بايركس، ممكن ألمونيوم اي حاجة، وهحط فيها رشة كاكاو وهقلبها كده اوزعها في الصينية، وبعدين هنزل فيها الخليط بالشكل ده. ما شاء الله الخليط هش قوي قوي وناعم وحلو جدا. هخبطها خبطتين كده على الرخامة عشان تتوزع حلو، وهروح بقى احط الصينية البايركس دي في صينية الومنيوم. انا بحب اعمل الخطوة دي علشان احافظ على تسوية الحاجة ما تتحرقش بسرعة، البايركس بيحرق الحاجة بسرعة. وهدخلها فرن سخن على درجة حرارة 180 على الشبكة في الرف الوسطاني، هتاخد معايا من 25 ل 35 دقيقة على حسب درجة الفرن عندك. هي خدت معايا بالظبط 35 دقيقة، اختبرتها بخلة طلعت معايا نظيفة وزي الفل. سبتها كده ربع ساعة هديت خالص، وبعدين هبتدي اعمل فيها فتحات كده عشوائية. وبعدين هجيب بقى اعمل لها تشريبة حلوة قوي، هجيب كوباية كده الا ربع من الحليب، هحط عليها نص معلقة صغيرة من بودرة القهوة السريعة الذوبان اللي هي النسكافيه العادي الكلاسيك خالص اللي معلوش اي اضافات، وعليه معلقة كبيرة مليانة من الكاكاو المحلى بقى اللي هو النسكويك او اي نوع، مش لازم النسكويك يعني، المهم الكاكاو المحلى مش الخام. هقلبهم مع بعض حلو قوي وهسقي بيهم الكيكة. ما شاء الله بقى، اللهم بارك، عشان الكيكة مستوية وهشة وجميلة، شربت على طول التشريبة اللي انا حطيتها، هحطها جنبي كده واروح اعمل لها الطبقة اللي انا هحطها عليها. هجيب بقى كده كوبايتين ونص من الحليب، ادي كوبايتين وادي نص كوباية، هحط عليهم
قدهم بالظبط نشا، معلقتين ونص كبار اللي هي معالق الاكل دي من النشا. ممكن بدل النشا نحط بودرة كاستر لو متوفرة، مش متوفرة نحط نشا، الاتنين بيدوا نفس الغرض. هقلبهم كده على البارد واحط لهم رشة فانيليا، وهقلب بالمعلقة كويس قوي لحد ما يتجانسوا كده وبودرة النشا تدوب في قلب الحليب. هروح على البوتاجاز وفي كسرولة كده هحط فيها كوباية الا ربع من السكر، وعلى نار يعني وسط كده، وانا واقفة جنبها ما سيبهاش خالص، سيب السكر ده يتكرمل. اما عاوزة اقلبه ما اقلبش بمعلقة خالص، امسك الكسرولة كده بالايد بتاعتها واقلبه يمين وشمال، هيتوزع معايا ويتقلب لحد ما ياخد معايا لون الكراميل الجميل الفاتح ده. اهدي النار بقى في الوقت ده خالص، واجيب بقى الخليط بتاع الحليب بالفانيليا بالنشا. بس حطيت الاول معلقة سمنة او زبدة او معلقة زيت على الكراميل ده، وهقلبها كويس قوي عشان تسيح في قلب الكراميل. هجيب بقى الخليط بتاع الحليب بالنشا بالفانيليا وهديله تقليبة تاني بالمعلقة، عشان خاطر النشا ممكن تكون ايه اتركزت تحت كده ايه في الكسرول. هقلبها تاني حلو، وبعدين على نار هادية يا جماعة ما نعليش النار، هنزل بقى بالخليط ده على الكراميل وعلي النار عادي براحتي بقى تاني. خلاص تمام كده، هبص الاقي الكراميل قفش كده في قلب الكسرولة من تحت، ده طبيعي علشان خاطر الحليب لما نزل عليه والكراميل سخن فجمد معايا. دلوقتي هيسيح معايا اهو بالشكل ده، لما يسخن في قلب الكراميل تاني على النار هيسيح معايا خالص ويبقى بالقوام الجميل ده. اسيبه خالص لحد ما الكراميل اللي بيدوب ما يبقاش فيه حاجه في الكسرولة من تحت، ويبقى كله صح في قلب بعضه. تمام، اجيبه بقى وهو سخن كده احطه على وش الكيكه على طول، يعني مش هيسيح في الكيكه ولا حاجه لان الكيكه بارده ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لكم الطبقه دي طعمها وهمي، لما بقى يعني بتسيبيها شويه كده فوق الكيكه بتبقى طعمها رهيب. هركنها جنبي كده واعمل لها طبقه كمان، ولو حابين نستكفي بالطبقه دي بس برضو طعمها تحفه بجد لوحدها كده. هعمل لها بقى ايه طبقه شوكولاته كده بسيطه عشان برضو تبقى حلوه كده وتبقى 3 طبقات. حطيت كده معلقتين دقيق وعليهم معلقه كبيره مليانه من الكاكاو المحلى او اللي هو النسكويك، وهحط عليهم 2.5 كوباية من الحليب. كل ده كده على البارد هقلبه لحد ما الدقيق كده والكاكاو يدوبوا كده في قلب الحليب. اروح بقى احطهم على النار واقلب فيهم كده، وبعدين هضيف عليهم 0.5 معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان او زي ما قلت لكم النسكافيه. بصراحة بتدي طعم خطير وبتظهر طعم الشوكولاتة، يعني بتحسسك كده ان انت عاملة حاجة بطعم شوكولاتة كده غني، لكن طعمها مش بيبقى باين قوي. يعني كان عندي قطعة شوكولاتة كده في التلاجة حطيتها برضو عشان تخلي طعمها حلو، وحطيت كده معلقة زيت علشان خاطر تخلي الصوص ده فيه لمعة. لو عايزين الصوص ده اغمق من كده ممكن نحط بدل الكاكاو المحلى كاكاو غامق، بس نحط 3 معالق سكر عشان الكاكاو بيبقى مر، يعني بيبقى طعمه محتاج سكر. اول ما تتقل يعني زي ما شفتوها كده تقلت وعملت فقاقيع كده، على طول اطفي النار وحطها فوق الطبقة التالتة، هي الطبقة التانية بتمسك على طول، يعني مش هيسيحوا في قلب بعض ولا حاجة. هحط بقى طبقة الشوكولاتة دي واسيبها لغاية ما يعني تهدى شوية كده، وبعدين ادخلها التلاجة. بحب اكلها ساقعة قوي، طعمها بيكون فظيع. 3 طبقات على بعض طعمهم تحفة. بصوا شايفين شكلها عامل ازاي، ممكن بقى نحط شوكولاتة مبشورة على الوش، ممكن اي صوص شوكولاتة لو حابين، بس يا والله مش محتاجة حاجة، يا طعمها كده وهمي. ممكن تتاكل زي ما قلت لكم على طول، وممكن تتاكل ساقعه، انا بحبها ساقعه بالذات في الصيف بتبقى حلوه قوي. وال3 طبقات ما شاء الله بيتماسكوا كده على طول في قلب بعض. هبتدي بقى ان انا اقطعها واطلع لكم منها قطعه كده ونشوفها. بصوا شايفين ما شاء الله اللهم بارك، حاجه كده تحفه وسهله وسريعه وما خدتش معايا وقت بجد. كل اللي هيدوقها هيفكرك عامله حاجه كده ايه، يعني عملتي فيها مجهود جامد، طعمها حلو قوي والكيكه نفسها طعمها فظيع. الطبقه بقى بصوا مش عايزه اقول لكم عامله ازاي، طعمها مع الكيكه وهمي.
جربوها بجد هتعجبكم قوي. متنسوش اللايك للفيديو واستنوني فيديو جديد. مع السلامة، باي باي.